أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة، وهنتكلم فيها مع حضراتكم عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد يكون أكثر عمقا وشمولية. أيضا إلى أي مدى تؤكد دعوة السيد الرئيس أنه آن الأوان لأن يكفي الإنتاج المحلي احتياجاتنا دون استيراد سلع ومنتجات نستطيع إنتاجها، خاصة أن الحوار الوطني في مرحلته الأولى نجح في إعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع المصري وأيضا مؤسسات الدولة بعد عقود طويلة من التهميش وعدم التفاعل والمشاركة أيضا في حوارات بناءة لخدمة المواطن والوطن أيضا، حيث يرى العديد من الخبراء أن التأكيدات والدعوات الرئاسية بتعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار يوم 26 إبريل 2022 لنتوجه جميعا نحو بناء الجمهورية الجديدة. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. نتيح الحوار والنقاش لكل القوى بدون استثناء أو تمييز، القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز. لما قلنا ان الدولة المصرية خلاص احنا في اطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد ان يكون ده ضمن المفردات اللي احنا نتقدم بيها عند اعلان الجمهورية الجديدة. يعلن جميع رؤساء الاحزاب الاعضاء في تحالف الاحزاب المصرية تأييدهم بقوة وبالاجماع للدعوة الكريمة التي وجهها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وأضاف أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن يركز الحوار خلال بدايته لمرحلته الثانية على تناول عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، وذلك للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية. أيضا أكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره لرئيس الجمهورية على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فعالية وعملية، ودعوته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها. للمزيد من التوضيح والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهلا ومرحبا بك معنا دائما. ونبدأ بالنسخة الثانية للحوار الوطني، ما الذي ينتظر هذه النسخة أستاذ جمال؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني في الحقيقة دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال رقم 72 لعيد الشرطة، دعا السيد الرئيس بعقد النسخة الثانية من الحوار الوطني لتكون يعني منصة لمناقشة الملف الاقتصادي والقضايا الاقتصادية الراهنة. الحقيقة هذه الدعوة يعني ثمنها مجلس الأمناء واعتبرها دعم كامل ومواصلة دعم كامل من قبل القيادة السياسية للحوار الوطني. الحوار الوطني احنا عارفين كانت مبادرة، كانت 26 إبريل 2022 وعقدنا جلسات كانت نموذج في خلق مساحات مشتركة خرجت عنها تنصيات ونتائج يعني تم رفعها ورفع يعني معظمها أو الجزء الأكبر منها إلى الرئيس، والسيد الرئيس فحلها إلى الحكومة، والحكومة أصدرت بيان قبل عدة أيام تؤكد فيه أنها اتخذت خطوات وفقا لجدول زمني لتنفيذ هذه التوصيات والمخرجات
على أرض الواقع، وكلفت ووجهت المؤسسات والوزارات كافة، وأكد مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على متابعة هذه التكليفات. النقطة الثانية تتزامن دعوة السيد الرئيس مع يعني الوثيقة الاقتصادية التي أرسلها الدكتور مصطفى بدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى إدارة الحوار الوطني، ويعني هنا تبدأ يعني مرحلة جديدة فيما يتعلق بالنسخة الثانية أو الطبعة الثانية للحوار الوطني. هناك حرص شديد من كافة الأطراف الفاعلة والمشاركة والقائمة على إدارة الحوار على المضي قدما نحو فتح الملف الاقتصادي والقضايا الاقتصادية الراهنة، يعني خاصة أنه الملف الملح والضاغط والمهم والذي يمثل أهمية. وانطلاقا من هنا لابد أن نتوقف أمام عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وجه بمناقشة الملف الاقتصادي، ده تأكيدا على اهتمام الرئيس بالمواطن المصري وحرصه على تذليل أي عقبات يعني تواجه المواطن في حياته وفي متطلباته الحياتية. وبالتالي هنا هذه النقطة جوهرية يعني التقطها مجلس الأمناء والتقطها الحوار الوطني، وأرسل الدعوة إلى كافة الكيانات والأفراد المشاركة في الحوار الوطني وطلبهم بتقديم الرؤى ووجهات النظر والحلول والمقترحات الاقتصادية. وكانت الدعوة واضحة ومحددة الموضوع ومحددة الأهداف من هذه الدعوة، وهو تقديم حلول للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري، ووضع جدول زمني يعني أقصى 11 فبراير المقبل لتلقي المقترحات، وأكد على أن المقترحات يعرفها الجميع، وهي يعني آليات التوصيل هذه المقترحات عبر الأمانة الفنية للحوار الوطني كما هو متبع منذ يعني بداية جلسات مجلس الأمناء. ويعني بعد هذا التاريخ سيعقد مجلس الأمناء عدة جلسات يناقش فيه ويعني يفحص فيه هذه المقترحات، وستشكل اللجان الاقتصادية، وهي عندنا لجنة اقتصادية يعني مسؤول عنها قامات كبيرة جدا، وستتسع الدائرة هذه المرة في النقاشات لتشمل كيانات من الجامعات والنقابات والمتخصصين والخبراء بهدف الوصول وبالهدف عصف ذهني ومناقشات عميقة، يعني من شأنها يعني الوصول إلى حلول والوصول إلى آليات وإجراءات ل يعني فك شفرة الأزمات الاقتصادية يعني التي يمر بها المجتمع. إذن أستاذ جمال، إحنا بنتكلم في النسخة الثانية عن حوار أكثر شمولية فيما يخص المشاركين في الحوار، خاصة في الجزء الاقتصادي واللي ليه أولوية في النسخة الثانية. يعني بالطبع يعني أكثر شمولية وأكثر مشاركة وأكثر عمق، وكمان الملف الاقتصادي نفسه محتاج هكذا، لأنه النقاشات الاقتصادية بطبيعتها معقدة، وبالتالي تحتاج أكثر من وجهة نظر وأكثر من توجه. الاقتصاد ممكن تلاقي واحد عنده رأس مالي، واحد ليبرالي، واحد اشتراكي، واحد وهكذا، ولكن في النهاية أنت بتضع الحلول، بتضع الملفات على مائدة النقاش، وفي نفس الوقت أنت بتشوف إيه اللي قابل للتنفيذ. يعني أنت لا تكتفي هنا بنظريات أو مقترحات نظرية، ولكن لابد الانحياز يكون واضح للأفكار والرؤى القابلة للتنفيذ، لأنه ما أسهل التنظير، لكن عندما تكون على أرض الواقع وتقف على أرض الواقع وترى نفسك أمام موازنة وميزانية وأرقام وعدد سكان ويعني عدد سكان ما يزيد عن 100 مليون، وإحنا يعني وهكذا، يعني عارفين أنه كل سنة بيزداد 2 مليون وأكثر كمان، وبالتالي هنا حزمة من الاعتبارات بتحكمها. وبالتالي هنا النقاش ينطلق من أرضية الواقعية والقدرة على التنفيذ في أقصر وقت ممكن،
وهناك يعني حتى هذه اللحظة وأنا بكلم حضرتك يعني الاتصالات دائرة ما بين يعني المسؤولين على إدارة الحوار، وهناك حوارات يعني ونقاشات متبادلة حول التفكير في الأشخاص، التفكير في الموضوعات، التفكير في الرؤى الأفضل، التفكير في آليات جديدة خارج الصندوق من أجل الوصول إلى أفضل الحلول في أقل وقت ممكن. طبعا بخصوص التوقيت، نعلم ان الحلول الاقتصادية دايما مرتبطة بالتوقيت، وكل ما الوقت مر كل ما الحلول بتتغير. الى اي مدى الجدول الزمني للوصول للحلول والمقترحات سريع هذه المرة في النسخة الثانية استاذ جمال؟ سريع لانه من البيان الواضح يعني اصدره المنسق العام دكتور ضياء رضوان قبل ايام قليلة، اكد على انه 11 فبراير هو الحد الأقصى لتلقي المقترحات. أنا أعلم جيدا أنه يعني يجري اتصالات مستمرة مع الأحزاب ومسؤول الأحزاب لتلقي هذه المقترحات ولتسريع وتيرة الوقت، وبعدها مباشرة سيعقد مجلس الأمناء اجتماعاته ويعني تنطلق النقاشات، لأنه أنت أمام يعني ملفات اقتصادية ستأخذ أهمها المتعلقة بالأسعار، أهمها المتعلقة بالتضخم، أهمها كل العناوين المهمة التي من الممكن أن تحرز فيها مساحات وتقطع فيها أشواط كبيرة وفي نفس الوقت في أوقات قصيرة. والفضل عن ذلك أنه أيضا هناك جزئية مهمة، أنه هناك حرص شديد على يعني مشاركة كل العقول التي لديها إمكانات ومهارات وقدرة على التفكير وقدرة على التخطيط وقدرة على التنفيذ وقدرة على الواقعية في نفس الوقت. إلى أي مدى يتشابه يعني نظام النقاش في النسخة الثانية لما تم بالفعل في النسخة الأولى أستاذ جمال؟ شوف خلينا بس نبقى واقعيين طالما بنتكلم عن الواقعية. إحنا يعني هو الحوار هو الحوار، خد بالك يعني الحوار هو الحوار، يعني حتى لا نرفع سقف الأحلام. هنا بنتكلم عن الآليات. لا هنا بنتكلم عن الآليات. الأهم من ده كله إن هنا النسخة الثانية ستبدأ بموضوع يهم المواطن والجميع يلتف حوله، وهناك حرص شديد من كل المسؤولين وكل الكيانات وكل الأفراد بترتيب الحوار على المشاركة، وبالتالي هنا الدفعة مختلفة، لأنك أنت تذهب إلى موضوع وتحرص على المشاركة وتحرص على مناقشته وتحرص على الوصول والخروج بثمار من هذا الملف، هو الملف الاقتصادي. نعم. فلحضرتك، وبالتالي هنا التركيز كله على هذا الملف في بداية النسخة الثانية. أنت في النسخة الأولى كنت شغال على ثلاث محاور: المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور المجتمعي. بس خليني برضو أؤكد إنه إنه فور الانتهاء من الملف الاقتصادي في النسخة الثانية ستعود إلى مناقشة الملفات الأخرى، المحور السياسي، المحور المجتمعي، لأنه هنا أنت قدرت نجحت في تحقيق إنجاز كبير جدا لابد أن تحافظ عليه. ما هو الإنجاز؟ أنك خلقت ثقافة وحالة حوار مستمرة داخل المجتمع المصري. وده أمر يعني أمر غاية في الأهمية، لأنه أنا في تصوري عندما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة كان يعني أتصور هكذا إنه الرئيس كان يعني يفكر في خلق هذه الحالة بين المجتمع بشكل عام، حالة الحوار، إنها حالة صحية، النقاش والحوار يخلق مساحات مشتركة، الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للوطن قضية كما قال الرئيس، وهذه المقولة الشهيرة، وبالتالي نجح، أثبتت نجاحها. اختلفت الرؤى في النسخة الأولى ولكنها جلست على مائدة واحدة وتوصلت نتائج ومقتضيات وتوصيات، وبالتالي هنا الحوار مستمر والنقاشات مستمرة في كل الملفات. لكن وسنتابع لكن أؤكد لك إنه يعني هناك رغبة حقيقية للوصول إلى نتائج وحلحلة حقيقية وحلول عملية قابلة للتنفيذ للملف الاقتصادي، وإنه هناك رغبة أيضا حقيقية وحرص
واضح في كل كلمات السيد الرئيس حول الحوار، وهذه الرغبة بالتأكيد متمثلة المواطن المصري. نعم، متمثلة في سرعة يعني إجراء النسخة الثانية وسرعة الوصول إلى حلول اقتصادية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أيضا بنتابع مع حضراتكم للمزيد من التوضيح حول النسخة الثانية للحوار الوطني و الملف الاقتصادي الذي ينتظر معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أنيس المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا، أو المحلل الاقتصادي عفوا، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني بالتأكيد موضوعات كثيرة في الاقتصاد بتنتظر النسخة الثانية في الحوار الوطني، ما هي أبرز النقاط التي سيبدأ يعني الحوار الوطني في نسخته الثانية النقاش حولها؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ هشام، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينا الكرام. الحقيقة طبعا هو يعني لا يخفى على أحد أن احنا يعني عايشين في أزمة اقتصادية يعني صعبة وليها تأثيرات كبيرة، لكن لازم نكون متفقين على الآتي، أن احنا بكل تأكيد عشان نخرج من هذه الأزمة يعني أقل تكاليف وبأمن السبل، ده هيحتاج حالة من التوافق المجتمعي والحوار الوطني بخصوص هذا الأمر اللي احنا عايشينه، وفي نفس الوقت ان ده هيحتاج مجموعة من الـ يعني التوافقات الدولية والتعاون الرقيم عشان نقدر نخرج من هذه الأزمة، نظرا لأن مسبباتها في الأساس لم تكن محلية ولكن مجموعة من الأزمات الجيوستراتيجية الدولية على مدار الثلاث سنوات الماضية أثرت علينا بشكل تتابعي فوصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها. في هذا الإطار اعتقادي ان في يعني يقين لدى القيادة السياسية بهذا الامر ادى الى اولا كان في اطلاق مبادرة الحوار الوطني منذ اكثر من عام يعني، وانتهت مرحلتها الاولى ويعني وصلت الى ما وصلت اليه، وفي تركيز في هذه المرحلة ان يكون هذا الحوار الوطني، هذا الحوار المجتمعي لكل فئات المجتمع وكل التنظيمات اللي داخل المجتمع اللي خارج المؤسسات الرسمية، يعني مش في البرلمان ومش في الحكومة. نعم. لا ممثلي القطاع الخاص وممثلي النقابات وخلافه والجمعيات الأهلية وخلافه والرموز المجتمعية الكفأة فنيا في قطاعاتها، بحيث ان احنا نصل الى حالة من الوفاق المجتمعي والتركيز على مناقشة معمقة للظرف الاقتصادي اللي احنا فيه وطرح حلول. نعم. وطرح افكار للخروج. ويمكن هنا سؤال أيضا مهم أستاذ محمد فيما يخص من سيشارك في النسخة الثانية في الملف الاقتصادي، شايف من وجهة نظرك في ضوء كل هذه التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري حاليا مين يجب أن يشارك ويخرج بحلول، طبعا أخذا في الاعتبار شمولية المشاركة في النسخة الثانية للحوار الوطني؟ بالتأكيد يا فندم، هو طبعا في طرفين لازم يكونوا موجودين في الحوار على الأقل علشان يستمعوا وينصتوا ويناقشوا. الطرفين دول هما بكل تأكيد ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية، يعني ناس من البرلمان من اللجان الاقتصادية داخل البرلمان وناس من ممثلي للوزارات وللحكومة أو المجموعة الاقتصادية على أقل تقدير، دول كده اعتبرهم طرف. الطرف الثاني هو الأكاديميين، وده مهم جدا علشان يبقى فيه شكل أشكال التنظير والوضع الاستراتيجيات في للمرحلة القادمة. والطرف الثالث وهو غاية في الأهمية أيضا وهو البرايفت سيكتور أو القطاع الخاص أو يعني مجتمع الأعمال، لأن دي الناس اللي بتتعامل بقى مع الشأن الاقتصادي الاستثماري اليومي، ودول الناس اللي ممكن لو في مشاكل على الأرض فهم اللي لمسينها وهم اللي متأثروا بيها وهم اللي عندهم اقتراحات بالحلول ليها من الواقع، تختلف عن الاقتراحات النظريه اللي ممكن يقولها الاكاديميين، تختلف عن رؤيه السلطه التنفيذيه اللي ممكن يطرحها الحكومه او النواب في البرلمان. الثلاث مجموعات دول لما يتحاوروا مع بعض بشكل معمق ويكون كل فرد فيهم له سابقه اعمال وله خبرات متراكمه في هذا الشان، هنا ان الحوار بيبقى مثمر ومنتج، ومش عايز اقول ملزم كمان للجميع، لان انت دلوقتي بتتكلم عن فئات المجتمع بالكامل، وبالتالي التصور اللي بيطلع بيبقى فيه قبول عام وقدره على تنفيذه، وده امر مهم جدا في المرحله القادمه. نعم، طبعا بنتكلم هنا عن حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى، أخذا في الاعتبار الجدول الزمني لي بالتأكيد النسخة الثانية هيكون التركيز على إيه أكتر في الحلول المطروحة للمشكلات الاقتصادية، هل الحلول قصيرة المدى أم الحلول طويلة المدى؟ والله إذا سألتني هقولك أن حضرتك لازم النتائج بتاعة الحوار تطلع بتصورات نهائية للأمرين.
لان لو هتبص للامر بشكل معمق هتلاقي ان الاستراتيجيه الاقتصاديه المصريه اللي متبعه من 1975 يعني لا لها علاقه بالحقبه الحاليه ولا السابقه حتى كمان، لو بقولك من 1975 دي محتاجه تعديلات فكريه معينه. يعني ايه ببساطه؟ يعني احنا كون ان احنا نبقى متخيلين كمواطنين قبل ما نكون كمسؤولين ان العائد الريعي، العائد الريعي اللي هيجي لنا من قناه السويس كدولارات واللي هيجي لنا من السياحه كدولارات هيغطي احتياجاتنا الافتراضيه من السلع الغذائيه وكده تبقى الامور ماشيه بشكل سليم. لا، ده انتهى، ده فكر لا يمكن قبوله ولا يمكن استمراره. وبالتالي المواطن لازم يبقى مدرك قبل المسؤول ان انت في المرحله الحاليه والقادمه لازم تكون منتج ولازم تكون مصدر ولازم تكون شريك في عمليه انتاجيه تصديريه حتى تأمن واقعك الاقتصادي بشكل فردي وبالتالي بالتبعيه بشكل مجتمعي وعلى مستوى الدوله. دي نقطه مهمه جدا، دي بينظر ليها اقتصاديا، بيوضع عليها الاليات التنفيذيه بتاعتها، وهو بيوضع عليها اليات نشر هذا الوعي المجتمعي داخل المجتمع. هذه نقطه بسيطه رغم ان هي ممكن تبقى جوهريه جدا فيما يخص المدى الطويل. المدى القصير انت محتاج تتعامل مع امرين، التضخم والفجوه التمويليه الدولاريه. ونسمع افكار الاكاديميين، نسمع افكار الناس اللي مرتبطه بمجتمع الاعمال عن كيفيه التعامل مع هذا الامرين على المدى القصير، بحيث ان انت يعني في خلال على منتصف مثلا 2024 تكون وصلت الى تصور نهائي في عليه توافق مجتمعي حتى نستطيع ان احنا نتقدم للامام خطوه في 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 الظرف الصعب اللي احنا فيه، وانت واثق ان المجتمع بكل ممثلينه في ظهرك في هذا الامر وليس فقط سلطه تنفيذيه وتشريعيه بتقوم بالتنفيذ. خاصه استاذ محمد ان الحلول الاقتصاديه هي دائمه التغير، يعني مع تغير الاحوال ويعني الاحوال بتتغير من يوم ليوم الحقيقه، فمع هذا التغير بنحتاج حلول اقتصاديه سريعه وتواكب هذا التغير، لان كل ما طالت المده كل ما كانت يعني الحلول غير مفيده بالدرجه الكافيه. بكل تاكيد يا فندم، احد معالم القرار الاقتصادي انه حضرتك اي قرار اقتصادي بيبقى بياخده اي مسؤول بيبقى له مكاسب ومنافع، مكاسب وخسائر او منافع ومضار اي قرار اقتصادي. وفي نفس الوقت القرار ده لو ما خدتهوش في التوقيت السليم لن تجني المكاسب منه على الاطلاق. فاللي حضرتك ذكرته بكل تاكيد امر مهم جدا وامر ان يتم الانتباه اليه في المرحله القادمه. نعم، بخصوص الأولويات في النقاش، لو رتبنا عدد من الموضوعات اللي بتمثل تحدي اقتصادي كبير الآن في مصر بتواجه الاقتصاد المصري، ما هي أهم الموضوعات اللي هيتم مناقشتها في بداية النسخة الثانية أستاذ محمد؟ شوف يا فندم، عشان نكون صراحة مع بعض، أنا بوصف الأزمة اللي احنا فيها بأن هي أزمة مالية وليست أزمة اقتصادية، يعني هي في الأساس أزمة تمويلية مرتبطة بالإيرادات الدولارية قبل ما يكون اي شيء اخر. حتى لو عندنا مشاكل هيكليه، طبعا عندنا مشاكل هيكليه في الكثير من القطاعات محتاجين ان احنا نشتغل عليها. ولولا كورونا وما تبعها من عام 2020 كان في برنامج اصلاح هيكلي كان بدا في اواخر 2019 بالمناسبه، يعني بس الناس بتنسى هذا الامر. ف انت دلوقتي عشان تحل هذه المشكله الماليه انت محتاج تركز في المدى القصير على التضخم ومواجهه التضخم، وده محتاج قرارات صعبة من الحكومة لأن أنت لازم تقلل الإنفاق الحكومي عشان تاخد سياسات مالية تجديدية. نعم. وفي نفس الوقت لازم نركز على حلول سريعة ونجزة لسد الفجوة التمويلية الدولارية. دول الأمرين المهمين جدا على المدى القصير. على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل مهم جدا إن احنا نبقى صراحة مع نفسنا في إن البيروقراطية هي معيق من أحد أهم إعاقات الاستثمار. وأنت محتاج الحكومة تسرع بتنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي حتى تتمكن من رفع كفاءة البيروقراطية، لأن دي أحد عوائق الاستثمار الأساسية. والأمر الآخر وهو موضوع العمالة الفنية المدربة. وده أمر محتاج فيه تعاون ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص عشان يبقى عندك كفاءات عمالية مدربة بتكاليف مناسبة للمصانع، يبقى أنت هنا بتحقق كل متطلبات الاستثمار، لأن الحل المستدام الرئيسي الوحيد ليك هو خمس كلمات: استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير. لما ده يحصل هتزيد الفجوة التمويلية الآنية وهتضمن عائدات دولارية مستدامة لاحقا
تقوي ظهرك وتشد من عضدك في أي أزمات جيوستراتيجية تحصل في الإقليم أو على مستوى العالم. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أنيس المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا وهذه المتابعة. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ولازلنا معكم في هذه المتابعة للنسخة الثانية للحوار الوطني، حيث أضاف ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة، وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال الجلسات، وذلك بمشاركة كامل السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم. وأضاف رشوان أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية في فترته الأولى لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، فسوف يحدد المجلس في اجتماعه القادم كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات التي سبق له تحديدها في المرحلة الأولى بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأي العام المصري. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. منذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكدا على حضراتكم جميعا بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء. وللمزيد من التوضيح والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور فرج. بنتكلم هنا حسب يعني البيان عن المنسق العام للحوار الوطني أنه هيكون فيه يعني تناول عميق وشامل الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة. إحنا هنا بنتكلم عن بحث أيضا للأسباب وما أدى إلى يعني هذه الأزمات الاقتصادية اللي بنعيشها، وبالتالي تحديد حلول واضحة للخروج منها. بداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة بكل تأكيد أن الحوار الوطني بيفتح مسارات حقيقية أمام المجتمع بمختلف طوائفه وبمختلف اتجاهاته للتباحث حول القضايا الهامة، ويجي في مقدمتها طبعا ملف الاقتصاد. طبعا لا يخفى على أحد العثرات الاقتصادية اللي احنا بنعيشها في الوقت الراهن، اللي يمكن جزء منها كبير نتيجة للحراك العالمي العالم كله بيشوفه، ولكن هينصب النقاشات والحوار الوطني في هذا الشق على اختبار جدوى الطروحات المقدمة من السادة المناقشين، بحيث ان نقدر نصل ب يعني سياسات واضحة وحلول تكون قابلة للتنفيذ. كثير مننا بيسمع دايما وعلى الميديا وعلى السوشيال ميديا التنظير، وان احنا كان المفروض نعمل او نسوي او عدد من الاجراء كان المفروض تتم، ولكن في واقع الامر كثير من هذه الإجراءات أو من هذا التنظير اللي ممكن يكون بنشوفه كثير على السوشيال ميديا وعلى الميديا بشكل واسع ممكن ما يكونش قابل للتنفيذ، أو حتى لو قابل للتنفيذ بيبقى التكلفة والعائد يكون في اختلاف ما بين الواقع أو الامبريكال كيس أو الدراسات الفعلية وما بين متطلبات كل مرحلة. نعم. عشان كده اتاحت فرصة بهذا الشكل وبهذا الزخم
بيدي المزيد من التباحث ومزيد من الأفكار ومزيد من تنقيح الأفكار اللي من الممكن أن هي تبقى قابلة للتنفيذ بعد كده وتترجم في شكل سياسات وإجراءات بعد كده الحكومة تقوم بيها للوصول لحلول ممكنة بالنسبة للملف الاقتصادي بشكل عام. نعم، وإحنا بنتكلم أيضا عن بحث الأسباب والحلول. الحقيقة نقطة في غاية الأهمية هو بحث التداعيات الاجتماعية للأسباب التي أدت لي هذه الأزمات الاقتصادية وأيضا التداعيات الاجتماعية للحلول. إلى أي مدى البعد الاجتماعي مهم ويؤثر أيضا على الحلول الاقتصادية؟ بكل تأكيد، يعني يمكن كلام حضرتك بشكل أكيد عميق جدا، لأنه الاقتصاد ما إلا حراك مجتمعي بالأساس، وبالتالي أي إجراء ممكن الحكومة تقوم به لابد أن يكون ليه تبعات ولابد أن يكون ليه تدابير معينة لابد ان تؤخذ في الاعتبار حين الشروع في تنفيذ سياسه معينه. عشان كده دايما لما بنشوف حتى على مسارات التغير في الملف الاقتصادي، طالما هناك اصلاح اقتصادي او برنامج بتطبقه الحكومه لابد ان يكون ليه بعد اجتماعي يؤخذ في الاعتبار، لا يمكن باي حال من الاحوال اغفاله، لانه بيكون ليه اثار بالغه على توزيعات الدخول ما بين افراد المجتمع، ما بين المستهدف بالنسبة للفقر ومعدلاته، بالنسبة للبطالة ومعدلاتها المستهدفة إلى آخره من الأمور أو المؤشرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي. عشان كده الحوار الوطني هيدي إتاحة أكتر لمزيد من الآراء ومزيد من الأفكار اللي ممكن تكون بنشوفها من بره كده أو من السطح، قد تكون إن هي متناقضة، ولكن هي في واقع الأمر هي تكاملية بشكل أساسي. الهدف منها هو الوصول لحلول ممكنة، حلول يتوافق عليها الجميع، حلول يتم قياس الأثر الاجتماعي ليها وصياغة تدابير ممكنة وتدابير لازمة عشان نجنب قدر كبير من الأثار اللي ممكن تقع على فئات معينة نتيجة للتضخم، نتيجة للأثار التوزيعية للتضخم إلى آخره من الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وللوصول لهذه المعادلة بنتكلم عن البعد الاجتماعي وأيضا حلول اقتصادية وأفكار خارج الصندوق، أفكار ابتكارية. من الضروري أن يشارك في هذه النسخة من الحوار الوطني للنقاش الاقتصادي للوصول إلى هذه المعادلة، المعادلة الصعبة الحقيقة؟ بكل تأكيد أنا بحيي حضرتك فعلا على هذا السؤال. احنا في ظروف استثنائية، ومن الضروري طبعا ان احنا يعني نخرج بحلول غير تقليدية وغير نمطية. اذا متطلبات ان احنا نصل لهذه الحلول، من المؤكد الدوائر الشباب بمختلف اتجاهاتها من المؤكد ان هي تكون حاضرة عشان نقدر نصل بحلول خارج الصندوق زي ما حضرتك تفضل، الى جانب ان احنا في افكار ابتكارية كتير من الممكن ان هي لا تتماشى مع الفكر التقليدي او النظرية التقليدية زي ما بيقول. عشان كده مهم يكون في حراك على واسع النطاق في المجتمع، يضم الشباب، يضم الأحزاب، يضم منظمات المجتمع المدني والجامعات الأهلية، يضم قطاع كبير من الباحثين والأكاديميين وخصوصا المتخصصين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والعلوم الاجتماعية بشكل عام. كل ده هيدي زخم وهيدي فرصة لطرح المزيد من الأفكار وتنقيحها والوصول لمقترحات قد تكون إبداعية وقد تكون غير تقليدية بالمرة. من المؤكد أنها هتسهم بشكل أساسي في صياغة إجراءات بعد كده منوطة بها الحكومة أنها تنفذها، ويكون لها مؤشرات قياس ومؤشرات أداء عشان نقدر نقيس مدى الانحرافات عن الواقع ومدى تطابقها لحل المشكلة الحالية. إذا رتبنا دكتور فرج المشكلات الاقتصادية اللي بتواجهنا الآن، ما هي الأولوية الآن للموضوعات لمناقشتها في النسخة الثانية من الحوار الوطني؟ أنا في اعتقادي من الناحية الاقتصادية أولوية الحوار فيما يتعلق بالشكل الاقتصادي هو الأسعار، ولجنة الأسعار بكل تأكيد تلاقى زخم كبير واجتماعات مكثفة، لأنه لو جينا فحصنا هيكل الاقتصاد القومي في الوقت الحالي هنلاقي أنه العثرة المعضلة الأساسية هي الأسعار، هو التضخم، وبالتالي هيتم التباحث حول أسبابه ومسبباته وتداعياته والإجراءات والأولويات في هذه الإجراءات، اللي ممكن نبدأ بيه دلوقتي، اللي ممكن نأجله بعد شوية، اللي ممكن يحصل نوع من المزج ما بين السياسات المالية والنقدية والتنسيق ما بينهم فيما يتعلق بمعالجة التضخم. كل ده هيتم طرحه
وبالتالي قضية التضخم أو ظاهرة التضخم إنجاز التعبير بشكل صحيح هي هتكون من ضمن أولويات الحوار، إلى جانب طبعا التباحث حول أو النقاش حول أولويات المرحلة القادمة فيما يتعلق بالنمو والاستثمار وعدد من القطاعات ذات الأولوية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية حول النسخة الثانية للحوار الوطني أو المرحلة الثانية للحوار الوطني والنقاش الاقتصادي. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وكنت مع حضراتكم خلال هذه الساعة أنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.